جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع محمد عوض من أبها بعث برسالة وضمنها سؤالين. يقول في سؤاله الأول: إذا أتيت إلى المسجد ووجدت صبيا يصلي صلاة الفريضة عمره 10 سنوات، فهل أصلي معه أم أصلي لوحدي؟ وهل البلوغ شرط في هذه الحالة؟ وإذا لم يكن الإمام بالغا فهل تجوز الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه يجوز أن يصلي الغلام الذي دون البلوغ أن يكون إماما، لأن عمر بن سلمة أما قومه وكان دون البلوغ. وكذلك الصحيح أنها تجوز مصافحة الصبي وأنه ينسد به الجناح، لقول أنس رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصففت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. واليتيم لا يطلق إلا على من دون البلوغ، دل على جواز مصافحة الصبي. فإذا دخلت وجدت من يصلي سواء كان كبيرا أو طفلا مميزا وهو دون البلوغ، فالأحسن أن تصف معه لتكون منكما جماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة مهما أمكن ذلك. نعم.